جولة على برامج الام تي في لليلة. رح ابدا الجولة مع علم وخبر يلي بتابعوه على 10:45 مع الزميلة غادة عيد. مجموعة من المواضيع الاجتماعية اكيد يلي بتهم الناس، خاصة زيادة الاقساط المدرسية. رح ناخذ تفاصيل اكثر بعد كل هالاجتماعات والمفاوضات يلي عم بتصير هلا، تنشوف لشو توصلت لنتيجة وشو مواقف كل الاطراف من الموضوع. جولة لعلم وخبر على الاسعار، رغم تعليق مفعول الضرائب بكل اسف سلة المواطن بلبنان زادت. بنروح على كسروان ومشاكل الصرف الصحي وتلوث المجارير يلي بيهدد كل المنطقة. مين بيراقب بصمات الموظفين وهل هنالك دوائر رسمية ووزارات بلا بصمات؟ ومنتابع كمان موضوع عطلة يوم الجمعة يلي قسم من الناس عم بيطالبوا فيه. كانت الزميلة غادة عيد عملت نقاش بهالموضوع بالأسابيع الماضية، ظاهر أنه الليلة كمان رح تتابع بنفس الموضوع. رح انتقل للمسلسل اللبناني وين كنت يلي فيكم تتابعوه يوميا عبر شاشة الام تي في الساعة 6:30 المساء. القصة حول زوج بالستين بيقرر انه زواج رجل بالستين، هو مزوج قبل وعنده اولاد، بيقرر انه يختار نسرين هالصبية اللي بتصغره بسنوات كثيرة. موقف عائلته منها وتطورات اكيد متلاحقة بحلقات مليانة حب وخيانة. المسلسل من كتابة كلوديا مارشاليان، إخراج سمير حبشي وبطولة ريتا حايك، كارلوس عزار، نقولة دانيال، رانيا عيسى، جان أستيس، أنطوانيت عقيقي، جناح فخوري، وفاء طرباي، نيكولا مصر، ومجموعة كبيرة من وجوه الشاشة اللبنانية. خلينا نشوف هالمشاهد. فيكي تقولي لي شو نايمة تعملي؟ الله يخليك ست، تركيني لحالي. إنه بدك جوزك يشتلق عليكي ويعرف القصة، بدل ما تشكري ربي إنه مرة كل شيء على خير وسلامة. ست تعملي معروف بترجاك، تركيني لوحدي. رح أتركك لحالك، بس ذنبك على جنبك، لأنه اللي عم تعمليه لأنه لمصلحتك ولا لمصلحة جوزك. إذا كنتي ناوي أنت تخربي بيتك بإيدك، اصطفلي. يا أهلا وسهلا، صحتين. مرسي. خلينا أسكب ليك. لا مرسي، أنا شبعت. طلعني. أنا بطلع معك هيك هيك مع نفسك. حدا بتصب له شيء؟ نسرين؟ لا ميرسي. لا بدك تعتبري حالك ببيتك معي. أكيد. صحتين يا أهلا وسهلا. يا ريت سيلا معنا. صحيح، وين سيلا؟ عندها التزام عائلي. جد؟ شو اخبار الشغل؟ بجنن الشغل، كل شيء بيتعلق بانتاجيه المعمل كثير منيح، بس الشغلات يلي لازم انا اعملها بايدي عم بتاخر شوي على الزبونات فيها. ليه؟ راحت بال. لكن يوميا على الساعة 6:30 انتم على الموعد مع وين كنتي عبر الام تي في. بحلقتنا لليوم اكيد دستير ولا اطيب مع شيف شارل بعد شوي. اليوم رح نروح بمشوار مع انطوني الحيل تنكتشف منطقة سير الضنية الحلوة لكل يلي بعد مش رايح هالمنطقة او ما بيعرفها منيح او حتى بيعرفها، بدعي يكتشفها من خلال أنطوني الحيل اللي رح يدوقنا أكيد أطيب أكلاتها، ونعمل جولة على أهم الأماكن الأثرية والطبيعية يلي فيها. رح نحكي أكثر مع ضيفتنا لليوم ديامان بو عبود عن الفيلم الجديد القضية 23 The Insult، عن نجاحه بالبندقية. رح نحكي عن مشاريع كثيرة، خاصة أنه الممثل الفلسطيني اللي عم بيمثل بهالفيلم
أخذ جائزة بهالمهرجان. رح نضوي أكثر على هالإنتاج اللبناني بالإضافة أكيد للحديث عن أعمالها الجديدة. بميوزيكل مع غسان يمين رح نحكي أكثر عن مؤلفين موسيقيين كلاسيكيين، ولكن رح نشوفهم ونسمعهم أو نسمع معزوفاتهم بطريقة مختلفة، بالإضافة أكيد لمجموعة من الفقرات اللي بتحبوها وتعودتوا عليها عبر MTV Live. وبذكركم كمان فيكم تتواصلوا معنا على الإيميل، فيكم كمان على الفيسبوك، كل اقتراحاتكم يلي بتعرفون منيح فيسبوك بيج MTV Live، لحتى هيك نكون دايما على تواصل. راح نروح على أوتو فوكس ومنتابع من بعده MTV Live. عنوان حلقة